السلام عليكم. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. اليوم راح نلعب سيارة عشوائية. من زمان ما لعبنا سيارة عشوائية، واخر مرات لعبنا كان مع اشخاص، لكن اليوم قررنا نلعب كومب 2v2 نفس الرانك. اخي ودي افكار جديدة بس روكت ليج يعني يا شباب، والله يعني والله عندي افكار، يبغى له وقت يا اخي. انتوا اصبروا واشتركوا في القناة، فعلوا زر التنبيهات، يعني ويجيكم ان شاء الله المقاطع الحلوة باذن الله. عندي يمكن اربع افكار كلها باذن الله انها بتعجبكم. نزلت لكم مقطع عن هذه السيارات اللي هي الموستنج والشفرليت كامارو والكامري. هل تبون كل سيارة انزل عنها مقطع خاص؟ هذا من باب الافكار اني العب اربعة او خمسة ايام مقطع كامل سيارة واحدة. يعني ذيك مرة لعبت بثلاث سيارات مقطع واحد، حسيت اني ما اعطيت وقت للسيارات او تجارب السيارات. وقف شوية يا عزيز المشاهد، تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج واذا ما استلمتها خلال 24 ساعة راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفرة عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافية، خليكم على المقطع. حاب أشكر أي واحد، أي واحد شرى من كايزن كودي من أول ما أعلنت لهم ثلاث مقاطع الأخيرة. أي واحد شرى وعنده رقم الطلب يرسل لي على الانستغرام في الخاص رقم الطلب، وأهم شيء إنه يكون مسوي فولو يعني عشان نعرف إنه هذا متابع جيد وكذا. بإذن الله بختار ثلاثة أشخاص راح يكون طلبهم مجاني. هذه الحركة بسويها بين فترة وفترة من الناس اللي يشترون من كايزن، لأن هذا الشيء يدعمني بشكل مو طبيعي. يعني لو أنت الحين تروح تشتري ترسل لي رقم الطلب، ترى يمكن أروح آخذه، لأن أرقام الطلبات كلها عندي. يعني حتى لو إنك جديد، حتى لو إنك أول واحد يطلب من الموقع، ارسل لي رقم طلبك في الانستغرام في الخاص وبختار عشوائي. بسم الله نختار راندوم كار. يا رب يا كريم. اوه دومينوز دومينوز دومينوز. اوكي اوكي اوكي. حاليا تشامبي 2 ديفيجن اي في. نلعب هذا اليد اللي للحين ما توت عليها. والله العظيم اسمعوا بالله الجير كيف قاعد يلف. هذا الازرار اسمعوا. بسم الله. سمعت صوت البوست. ها صوت السيارة ولا صوت البوست؟ صوت المزعج ذا، وهذا اسمه مزعج. يا ساتر. اوكي تيك ذا شوت. حتى للحين ما عجزت اعرف اللف. تكفى يا خوي، تكفى يا خوي. شوووووت نايس شوت. هن مزعج وسيارتي مزعجة. اسمع التيربو وشوف اللي قدام بس. امشي؟ ما له داعي خسارة، ما له داعي خسارة يا عيال، والله ما له داعي. إذا خسرنا أكثر من الفوز كذا بينزل لكم جيف أواي يا عيال. والله في 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 إن في الموضوع اليد يا شباب، ما تعود. قبل فترة زانت اليد حق البلاي ستيشن 5، الحين خربت مرة ثانية. يا خوي أصمل، تكفى أصمل أصمل، صدقني من نقلبها. عطني الكرة. إيه يا شيخي. نروح السيارة اللي بعدها. والله اني متحسف ان الدومينز اخسر فيها، قسم بالله متحسف. جت الكمارو، جت الكمارو الحمد لله. والله جالس اعاني انا، جانس اسمع اقسم بالله طرب. تكفى. لك خوي مالي مالي. روح روح روح. عطني اسست هنا. اعطيت اسست. اوه يا سيف يا ساتر. حلو حلو حلو. ايوه العيد. This is Rocket League. والله جابوا ام العيد. والله سيف يدرس صراحة. انا ما ادري شلون كانت سيف، يعني كأنها كانت عارضة بس يعني. حلوه والله حلوة، والله حلوة. ايش فيه؟ والله استقعاد. تكفى. يا اسطورة يا شيخ، نعشت والله، والله نعشت، والله لخمت لخبة الارض. برا. اوكي. امشي. شوت حلوة. يبغى ياخذ البوست هذا ما فيه. لك 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 لك. انا ضغطت كل الازرار ما ادري ايش صار. طقة ثانية. حلوة حلوة. قرا خوينا. بعيدة بعيدة. لك حلوة.
لك. كله طقات خفيفة ما أدري إيش سوي بالضبط. أمشي أنت وياه بدون بوست. لا 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 خوي لا 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 هدف لا. يا عمري السيف. ضغطت كل الأزرار اللي في اليد شوفوا. صار يعطي ريوس ما طيب خلنا نكمل كلامي حتى كلجت يا أخي. جي جي والبليد سيارة اللي بعد. لا تكفى. إيش البوست؟ والله ينرفز. أقسم بالله ينرفز الصوت يا. يا أخي في أزرار في اليد هنا ورا ما أدري تشوفون ولا لا. هنا هنا ما أدري إيش المغزى منها. بسم الله. يا عمري خوي. هل تتوقعون الصوت ينرفزهم حق البوست؟ كذا وينقهرون ينهزمون؟ يعني إذا فزنا غالبا إن هذا الشيء صح. أمشي. لا تزرف. أنا شفت طقها تخيلوا إن صدها. طرفت. أيوة. جاب لي أعطاك يا خوي أعطاك يا خوي أعطاك يا خوي أعطاك يا خوي. لك. آخ يا القهر. أمشي. والله استقعد. ما في بوست. تبي بوست؟ ما في بوست. والله كني اعطيته اسيست خايس. صوت البوست يا عيال ينرفز والله ينرفز. ادري انه بيسوي كذا فحاولت اني انط عشان ابلك. اعطيته اسيست قوي. ساتر. تكفى روح. والله تعبت صوت البوس ديكر يا عيال. حلو. يا ساتر. روح. اي يا شيخ. كالكليتد. نلعب بالمخ. ريبورت. والله ريبورت. تكست. يا عمري خوي. واتسيف. كريت باس. والله اني اسف على النرفزه بس سب امي مو مسبني سب امي ما له داعي الكلام هذا. وات سيف جي جي والبليد سب ليه؟ صار والله يا اخي الناس اقسم بالله ما ادري وين بيصورون عشان اللعبه. اعطوني الامبرت. وش ذي السياره؟ امبراتور. حط فوق الجولف حط جيم ذا جيم اووردز. اديني الجيم الاخير. هذا الجيم اقسم بالله انه كان حلو بس قهرني بالسب. والله قهرني. الله يهديك يا شيخ. كل شوي نلقى بوست اخي اسم اللي قبله. يا ساتر. بسم الله. اوكي اخذ البوست. عمري حمود. قاعد احاول اقاتل يعني بدون بوست ترى يعني. مديك خوي. اووو يصد الصدف ذي. خوي نظار ما معه بوست شكله. شوفوا ضغط كل الأزرار تشوفون. جاب العيد قوي. اي يا شيخ شوف العيد نط كذا تعرف اللي يوخر عني. جاب العيد فوق. والله خويه شالح. تكفى طقه قبله. يا عيني يا اسطوره يا ملك. تكفى شوت. لا جاء من الجنب شوت. اوه كنت ناوي يصدم. والله ما قدرت. تكفى لا تجي بعيد. اي يا شيخي والله زاوية يعني ما توقعت اني اجيبها صراحة. اوه خوينا ما افك. انا على بالي اني انا جايب العيد بالكيك اوف. خلينا نشوف ما افك خوينا. لا والله ما افك الحمد لله. ناخذ بوس عنه. تكفى. اي يا شيخ نشت. والله نشت يا عمري خوي. يوهو قراية. اوب والله بغت تجي اقسم بالله. اوه البنشات في السيارة ذي مو طبيعي. حلوة يا خوي والله حلوة. يا الله شركة كفات التعبانة هذه.
تبقى يبقى الكيكوف حقي تعبان والله صدق تعبان. ساتر والله اني قمت ام العافيه ما ادري ارجع اتقدم ما ادري ايش اسوي بالضبط. كيكوف تعبان جهز يا خوي. ها المره قريت الحمد لله. يا اسطوره يا عمري يا شيخ. زر اللايك والاشتراك. اي احد طلب من كايزن ارسل لي انستغرام باذن الله بختار. لا تنسوا كما خير. سلام.